السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا هنا بنتكلم على الحقوق النيوزيلندي الخاصة بالبن، وده الملحق رقم واحد اللي هو يعني بيديك بعض البراكتس او بعض الحاجات اللي استفدناها من خلال الممارسة. تمام، ده بيقول لك الاجزاء اللي هتكلم فيها الحقوق. تقريبا كل واحد فيهم صفحة، مثلا في حاجات صفحتين في حاجات نص صفحة. هنا بيقول لك انت ايه الحاجات اللي لازم تكون موجوده في البيم اكسكشن بلان. يعني انت البيم اكسكشن بلان مش بيلزمك بصيغه معينه، بس بيقول لك ركز في النقط دي انها تكون موجوده، الميثودولوجي او الطريقه اللي هتعمل بيها الموديلنج، الكوردينيشن، الريكويرمنت ديسيبلين موديل، ايه الايتم اللي هتبقى موجوده في الموديل، لو في حاجه مش هتعملها بقى قول الجزء ده مش هتعمل في الاتفاق، الانفورميشن اكسشينج ازاي هنتبادل معلومات مع بعض، الام اي اي الام اي اي اللي هي موديل اليمنت السورتنج اللي هي مين الشخص المسؤول عن عمل الجزء ده في الموديل. يعني ممكن يكون الحاجه معموله من كذا طريق، او في مثلا سبلاير عمل جزء معين، فكل واحد معروف ان هو ده اللي عمل الجزء ده من الموديل. الحاجات اللي هنصدر المعلومات ازاي، هتدي له ايه اللي انت هتديه له. الكواليتي كنترول مهم جدا، موضوع الكواليتي كنترول دوت والكواليتي اشورنس، ان انت تحط قواعد تمشي عليها ستاندرد عشان تتاكد ان الموديل مطابق للمواصفات. ما فيش الفكره ان انا اقول لك انا مديك موديل بيم، طب اقدر الموديل ده ما فيهوش المعلومات اللي انا محتاجها، او الموديل ناقص مش بغلط في الموديل، بس ساعات الموديل معمول 3 دي وخلاص، وتلاقي الكلاشات اللي فيه ما بتظهرش. ليه؟ لان هو معرف كل حاجه انها جنرال موديل، مش معرف الابواب صح ولا معرف الحوائط صح ولا حاجه من الحاجات دي. طيب الموديلنج ستاندرد ايه الحاجات اللي المفروض تبقى موجوده فيها، نبقى متفقين عليها. البروجكت تمبليت، لما تبدا بالبروجكت تمبليت ده بيوفر معاك وقت كويس قوي. طريقه تسميه الملفات، طريقه تظهير الفيوهات تسمى صح، الشتات تسمى صح، الملف نفسه، بحيث ان انت اول ما تبص عليه تعرف هو بيتكلم عن ايه. يعني اول ما تشوف الاسم ده بيتكلم عن الدور الاول الجراوند والحاجات دي كلها، ده خاص بالمعماري، ده خاص بالانشاء وهكذا. اداره الموديل، تمام، عارفين مثلا ال او دي، هبقى عارفين موديل اليمنت اسورتنج، كل الحاجات دي بنخلي بالنا منها. طريقه مشاركه الملفات، الكومن داتا انفايرمنت اللي هي مثلا الفولدرات اللي تبقى موجوده، هل المعماري شايف كل الملفات الانشائي وكل الملفات الكهروميكانيكال، ولا بيشتغلوا في فولدر منفصل وبعد كده بيبدا يشارك بعد شويه. هنتبادل بقى بطريقه الار في تي اللي هو بتاع الريفت، البي ال ان، الاي اف سي، دي دبليو جي، ان دبليو سي. لو انت بتشتغل ببرامج مختلفه يبقى هتضطر تلجا للاي اف سي، على اساس ان هي تبقى لغه مشتركه الناس او البرامج فاهماها فيقدروا يتبادلوا مع بعض، وتبقى في كوردينيشن سيستم مظبوط، بحيث ان انت ما تنزلش المعماري في مكان وتلاقي الانشائي نزل في مكان تاني، لا يبقى لازم في نقطه محدده كلنا بنشتغل عليها، وبقى في جريد لاين هنشتغل عليها، ومعروف الارتفاعات، ومعروف كل حاجه مكانها فين. الموديل اوبجكت الكريتنج بتاعتها لازم تبقى مطابقه للمواصفات. على فكره نيوزيلندا من اوائل الدول اللي عملت كود للبيم، فبيقول لك احنا عندنا ناشونال بيم اوبجكت لايبراري، هي مكتبه كويسه تقدر تعتمد عليها، والمكتبه دي ما تقدر تشتغل بيها بريطانيا او تعتمد على المكتبه بتاعت بريطانيا. موديل لوكيشن اند اورينتيشن، تبقى حدد المكان بتاع كل حاجه والاتجاه بتاعها، وموضح الحاجات دي بالتفصيل. يعني ده الشمال الحقيقي وده الشمال اللي احنا شغالين عليه، ولو انت مثلا معماري هتحدد مكان القبله. ده ريكويرمنت فور موديلنج سبيس، هنتبادل ملفات مثلا خلال جي بي اكس ام ال، كل الحاجات دي بنحاول نحددها. ال او دي بيقول لك تعتمد على البيم فورم، البيم فورم امريكي بس تقريبا كل العالم بيشتغل بيه، فما شتتش نفسنا في طبعا بدائل ليه، بس انا شايف ان ده افضل حاجه. فهو بيقول لك بص خلي بالك ان تركز على الموديل لوكيشن، موديل سيت اب، الاوبجكت بليسمنت، الجيومتري، الميتا داتا، الاوتبوت وانت بتصدر بقى الموديل وهكذا. الكوردينيشن بين الاقسام المختلفه وبين القسم نفسه، يعني ما ينفعش انت بتكييف تبعت لي حاجات خاصه في بعض وتقول لي اعمل كلاش مع بقيه الحاجات، لا لازم تخلص انت حالك بعرفتك وبعد كده تديني اعمل مع بقيه الاقسام. لما نخلص شغل هتسلم ازاي، هننقل الملكيه وننقل العناصر لمين وازاي، وهتسلم المشروع، هنبدا نتفق ان احنا هنسلم مثلا 3 دي جيومتري، هنسلم 2 دي ديليفرابل،
حسب الاتفاق، تمام؟ وده في اخر حاجه خالص بيقول لك تقدر تحمل الكود من المسار دوت.